لا مشاهدينا بننتقل لفقرتنا التالية، يمكن أريج خلال الحلقة عم نحاول نسلط الضوء على جميع الأجنحة السورية المشاركة بمعرض دمشق الدولي. تماما. هلا فقرتنا عن أي جناح؟ هلا رح ننتقل للفن، ولكن مع لمسة فنية اشتهرت في سوريا عبر صناعاتها الحرفية اليدوية المختلفة التي تعبر عن تراثها وتاريخها الحضاري الدائم، وتدل على مهارة الأيدي السورية بمعظم الصناعات الحرفية. ورغم الظروف، ظروف الحرب اللي مرت في سوريا، عم تتابع الجمعية الحرفية أعمالها للحفاظ على هذا التراث، فإلى مشاركة كبيرة بمعرض دمشق الدولي بعدة أجنحة، منها الحفر على الخشب والبلاستيك والزجاج والقماش والجلد. ونحكي أكثر عن حرفة الحفر معنا الحرفي يحيى غزالي. سعد صباحك أستاذ يحيى. صباحك، الله يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. قبل ما نحكي عن مشاركتكم وجناحكم بالمعرض، خلينا نحكي عن أهمية المشاركة بمعرض دمشق الدولي وعودته بالنسبة لكم أنتم الحرفيين. يعني هي اكيد مشاركتنا نحن هي لها اهميه كبيره، وبالاخص نحن كنا من المشاركين من الاوائل اللي وقت اللي افتتحوا المعرض كنا فيه، فعندنا الذكريات من بعد كذا سنه. يعني سرور داخلي، نحن هذا شعور داخلي قد ما وصفه الواحد قليل. بس مشاركتنا بالمعرض لازم تكون بالنسبه لنا، ونحن كنا عم نطمح قبل بكذا سنه انه نكون، بس الحمد لله هلا صار وقتها، وان شاء الله لاحسن نكون السنين الجايه لقدام نكون باذن الله تعالى. ومستمرين نحن، وفي حرفيين كثير حتى انه كانوا حابين انه يشاركوا، بس ما عاد في مجال. نحن بالصناعات الحرفيه باليدويه ما عاد في متسع، فصاروا يحطوا ببعض الاجنحه شخصين او ثلاثه مش حرفيين لضيق المكان. يعني حتى من اعداد الاشخاص اللي تيجي ما كفيت، فصاروا يضغطون يحطون اثنين ثلاثه. فاكيد نحن مسرورين كلياتنا، حتى الشخص اللي حملنا معه الاغراض البضاعه اللي اجى لهون قال لي انا من زمان نفسي اني اجي على المعرض بس ما مشترجي، يعني متهكلان هم الطريق والاشكال، وقال لي صدقا مو عندي مشارك بس مسرور، يعني بدون مبالغه هذا الحكي الواقعي اللي كان موجود نحن معنا. لكن خلينا نتعرف اكثر على مشاركتكم بالمعرض، شو راح يتم التقديم وكيف راح تروجوا لمنتجاتكم والحرف السوريه؟ نحن مشاركتنا بالحرف تبعنا، انا بشتغل على حرف يدويه بصناعه الخشب. هلا في حفر يدوي نحن بلشنا فيه مبتدئا، كان اسمه اداه يدويه اسمها الجول. هلا الحرفيين اذا ما بيعرفوها اللي من اعمارنا، هلا الحرفيين الجداد بجوز ما تعاملوا فيها قليل. فكنا مبدئيا نشتغل فيها يدوي، نحفر حفر يدوي على الخشب. من بعد منا تطورت، اجوا مكنة تجريدة صغيرة طورت المكنات، فسيئة فجأة انطورت. هلا في مكنات اسمها ليزر، مكنات ووتر جيت، فهذا نحن صار في عندنا منهم، وصرنا نحفر نحن نطور الشغلة تبعنا، ما بدنا نتم على الصناعة القديمة. يعني دائما نفضل، وبالاخص نحن بلا ما اخذ كدراستي انا حرفي صناعي بشكل وقت، ودارس بالصناعة يعني بشكل عام، فأنا الأساس حرفي يعني صناعي. فعم نلاقي إقبال كثير، وكل مرة نتعامل مع مهندسين، مهندسات ديكور، أعمال فنية، أشخاص، كل واحد له طلب مميز، فنحن بدنا نلبي طلبه حسب حاجته بهالحرفة هي، يعني كل واحد حسب عمله، فما بقدر أنا أعطي الحرفة نفسها منها لكل الأشخاص، فكل واحد له عمل معين بدنا نلبيه نحن ضمن هالمجال هذا. فكثير ناس بيطلبوا مننا وحسب حاجتهم بنلبيهم، وإن شاء الله نكون عم نوفي غرضنا. طيب خلينا نحكي عن أهمية مشاركتكم بالجناح لتعريف يمكن الزوار بأهمية الحرفي السوري، هي صناعة لعمرها يمكن آلاف السنين فينا نقول. أكيد، لأن إحنا السوري يعني قبل الأحداث ومعروف بالوطن العربي انه سوريا مثل ما بيقولوا بحداتها حرفي السوري، وكل شخص سافر لبرا قبل الاحداث يعني كان ينطلب منه يدفعوا له اجور غاليه على انه يشتغل. يعني انا انعرضت علي كذا مشاركه بلبنان وبالاردن افتح معامل هنيك على مستوى، فما كان قلت لي انا عندي مكاني هون بشتغل واحد مثل ما بيقولوا، فطمينا نحن بالبلد. فلازم هون عندنا الحرفيين، يعني هن فنيين بالاساس، يعني بتولد مع منه، بتولد الواحد بيجي حرفي، اذا مو حرفي صناعي، مو صناعي بيجي فيه خبره فنيه، يعني سبحان الله. فهذا موجود عندنا بالاساس، وعم يتطور، عم يستلم جيل بعد جيل بعد جيل. يعني دائما بتروحي على الورشه، هذا مين فلان ابوه، مين جدك، مين عمي، مين خالي، فبيتوارثوها مع بعض، فبيستلم واحد عن واحد، وبيقول لك النقش في الصغر، علمه في الصغر كالنقشه على الحجر، وبيتعلمها حرفي صغير بياخذها باصولها. لو بيجي كبير بده يتعلمها بيتعلم رؤوس اقلام منها، بس ما بيعرفها بحذافيرها. في امور فنيه هو وقت بيشتغل فيها بصير بيبدع. يعني انا تعلمت شيء معين، بس في شغلات تطورت لما كانت يعني اللي يعني بيميز الحرف السوريه انه بيتوارثوها الاجيال طبعا من جيل لجيل، لان احنا في عندنا حرف مستعمله نحن كنا نشتغل فيها ما كانت موجوده الاليات. وقت اجت الاليات صرنا بدنا نواكب هذا الحكي، صرنا نتعلم، اضطرينا نتعلم الرسم، اضطرينا نتعامل البرمجه، اضطرينا نتعامل على الحواسيب،
فهذا شيء لابد منه. ولهيك كانت تنسب العيال مثلا بيت النحاس او تماماً بيت تماما تماما كل واحد حسب مصلحته وبيت النجار وبيت كذا يعني كل واحد حسب مثل ما بيقولوا المصلحه تبعته. بعد لهلا عم يتوارثوا فينا نقول يعني نوعا ما هي خفت كثير بس نوعا ما بس الحفاظ على هي الحرفه يمكن اليدويه المهمه جدا قديش فعلا بعدنا نحن ماشيين بنفس هي التفاصيل انه بنورث اولادنا الحرفه للحفاظ عليها صح يعني في ظل اجتياح التكنولوجيا لجميع تفاصيل حياتنا ما بنقدر نستغني عن الفن. هلا مهما كانت في تكنولوجيا في العالم لابد انه في يكون ايدي ماهره عم تشتغل لانه هي الخبره المكنه تنتج مثل ما انت بتبرمجيها بس قولي لي اعطيني قطعه فنيه ما بتعطيك المكنه قطعه فنيه اذا ما انت برمجتيها ما بتعطي اما العقل العائي سبحان الله الانسان الفني اعطيني قطعه فنيه ليش بدك اياها بدي اياها لهالطلب هيك بيتفنن هو حسب حاجه اما المكنه ما بتعطي ما بتعطي الروح ما بتعطي الروح الفن وما بتعطي الا انت اعدادات اعطيته فيها اما هي الشغلات الفنيه في دقه لانه بالصناعه استاذ يحيى خلينا نتعرف شوي اهم القطع الفنيه اليوم اللي رح تقعد هي قطعه بيستعملوها في ضيافه يعني بمناسبه عيد الام تتقدم ومكتوب عليها في السماء جنه وفي الارض انت يا امي حفر على الخشب هذا محفور حفر كان هذا نحفره يدوي هلا انحفر هذا عن طريقه الليزر وصار بقطعه فنيه بديكور يعني من بعض القطع الموجوده في عندنا مثل هيك علب هي العلب هيكون موجوده بكون محفور عليها بصير للضيافه هي كمان هذا بيقولوا له كف فاطمه هلا هذا بنحفر كف فاطمه السيدة فاطمة عليها الزهر عليها السلام فكان هذا بينحفر وهي القطع البيض اللي شايفينه انتم هي اللي بنحطه صدف صدف طبيعي معروفين عند الحرفيين فهي مبدئيا بدها تكون قطعة هيك لان انا هذا حفر على الخشب مطعم بصدف هذا يعني. حفر على الخشب بالاساس ونحن هون الفتحات اللي موجودة بنرد نحفر نقص صدف وبتنزل وكل وحدة بوحدتهم كل قطعة بقطعتها فهذا حرفة نحن مثل ما بيقولوا قديمة نحن هي مضمونة والحفر الصدف كلها الموزايك والصدف العربي والشرقي والطاولات ما كان في شيء اسمه طاوله بلاستيك ما في شيء طاوله اسمها مثل ما بيقولوا هذا كلياته هذا جديد فطاوله عن طاوله بتفرق وقطعه عن قطعه بتفرق فهذا كله الفنيات هي بدها حرفيين يشتغلوا فيها بتحس كل قطعه هي تحفه فنيه يعني لو حاب تحطها بالبيت صحيح نحن عم نحكي انه هي صينيه ضيافه او هي علبه ضيافه بس في لوحه طبعا فنيه في لوحه فنيه هلا مثل هي القطعه صغيره اذا احد بيشوف الاشخاص يعني بيطلع عليها انه مساحتها صغيره هي بتكون غطاء لعلبه او كذا في ناس بتحطها عندها على كونتوار على طاوله اطلع على تعشيقتها بس اذا بتتاكدي فيها انه هي هذا اسمه المعشق اها فتدخل المعشق حفر التعشيق هذا شو الفرق الفرق انه انت اذا قلبتيها على القفا بتشوفيها سطح كامل هيك سطح كامل فينا هيك سطح كامل هلا اذا على الشاشه مبينه ما بتنعرف هي فرجعي بالعكس هيك بتشوفي انه انت هذا كانه خيط عربي بيقولوا هذا خيط العربي داخل قطعه وطالع شلون النسيج وقت بنسجوه بيطلع قطعه خيط تماما من السجاده لحتى يشبكوها مع بعضها وهي على نفس المبدا هي محفوره مرسومه يدوي فزحية يعني وقت الزائر عم يدخل على جناحكم رح يتم التعريف وتشرحوا له كيف اليه الصنع وكل كل تحفه شو بتتضمن وكيف انشغلت طبعا هلا بيجي شخص احيانا بيكون ما عنده خبره او ما عنده معلمه بيسال عن معلومه فيها فبيسالنا بنقول له هي بتصير هيك هي بتصير هيك هي بتصير هيك الا في حذافير الفن تبعنا خفايا العمل يعني اكيد نحتفظ فيها اسرار الشغل مثل ما بيقولوا هلا مثل هي القطعه هي قشر هي سماكتها من ورقه هلا نحن هون كان يجي هذا من برا قشر بيقول له غرف على غرف النوم ينحط فهي القطعه القشر قطعه من قطعه كلها خشب بس رقيق جدا بسماكه الورقه فنحن بنخرقه ومندخلهم بقلب بعضهم بصير مثل الزجاج المعشق ولكن خشب معشق تماما هذا نفس الموضوع بتتفرغ هي هذا بتتفرغ وبينكتب عليها الكتابات اللي بدناها والاسم والحفر بنحط عليها سواء كان بنحط بقلب منهم فراغ صدف مثل هيك صدف يعني مثلا بيكون عندنا جوز نحط خشب ليمون عشان يكون في فارق بالالوان وقت اللي تنبخ تطلع عليها طابع كثير رائع وفني بيختلف الحفر على الخشب من نوع خشب لنوع خشب بيختلف. اخر اي نعم بيختلف بيختلف لانه نحن عندنا كل خشب له طبيعه معينه هيدا خشب شو اذا فينا هذا خشب بلاكي بيقولوا له بالغاري هذا بيقولوا له خشب جوز خشب جوز تماما وبقلبه منه قطع صدفيه هي القطع فوقت بيكون في صدفه لونها بيضة فيها رهاجه فيها لمعه والقطعه خشبه هي بتيجي جوز بتعطي اناقه فيها كثير قطعه حلوه كيف تم يعني اختيار هالتحف الفنيه ليتم عرضها بهالمعرض وخاصه يعني رح يجي زوار من بلاد الاغتراب وايضا من بلدان مختلفه يعني كيف رح تبرزوا جماليه التحف السوريه كل واحد اكيد مشارك بالمعرض بده يقدم احلى شيء عنده
مو معقول اجيب الا افضل شيء واجمل شيء عنده، انا بجيب القطعه الفنيه اللي انا بتميز فيها اللي نشوف غيري، حتى لو في اشخاص فنيين اكيد مثل حكايتي وقت بشوف اللي الله يعطيك العافيه، صحيح قطعه متعوب عليها يعني، مو شرط اني انا اكون بس فني، بيجي شخص فني بيقيم انا شو مشتغل. فاحنا احيانا بيكون فينا بنختلف نحن وبعض الزباين على الموضوع التكلفه، فبقول لك اخي قطعه كثير حلوه، بقول له وصلني حقي، مو شرط انا اخذ التكلفه، بس انا بيقيم انه انا هذا شو هو شغلي. فوقت بيجوا هذول اللي برا بشوفوا انه في عندنا هذا الحكي متوفر بكافه عندنا سوق، بالاخص هلا بعد الاحداث كثير اليات راحت، فرجعنا نشتغل على الحفر اليدوي في بعض الشغلات الفنيه، وصرنا نحفر مثل هالقطعه هاي يعني. هذا كان ينحفر على الازميل دق خشب، هي قطعه جميله جدا على الازميل. في تموج بالالوان كمان. هذا التموج بالالوان احنا بالفنيات تبعنا، هذا كان قطعه بالحفر اليدوي، بالاله بتصير وبالحفر بتصير، ولكن الحفر بدنا نحفرها نحن مجلس تاخذ معنا 4-5 ايام، وجد على الاله تم خلال ساعتين، بس وقت بنشوف هاي القطعه عن هاي القطعه بنقيم. وما زال الغرب وقت بيجوا لعنا بيعرفوا انه هاي القطعه شغل مكنه ما بياخذوها، بيرجعوا للقطعه الفنيه اليدويه، بقول لك هي فيها لابد منها تم فيها روح هيك اكثر وجماليه تفاصيل، لو انه ما اجت دقيقه بس هون تكمن الجماليه، هي روح اكثر فينا نقول، بكون فيها جماليه اكثر. ختام حديثنا كلمه اخيره بتحب توجهها لكل مشاهدينا او للحرفيين اللي رغم كل الظروف الحرف السوري عم يحاول يتم وجود يحافظ على هي الحرفه اللي هي تراث وحضاره من تاريخنا القديم. في كثير من الحرفيين يمكن تهجروا من اماكن سكنهم واماكن عملهم، وانا واحد منهم وانت واحد منهم، ومع ذلك ما زلتوا عم تحافظوا على هيدا الفن. لابد تهجرت رحت اجيت بدك ترجع تشتغل، سواء ببلدك او بلد غيرك بدك تشتغل، بده يعيش يعني، ولازم اذا ما اشتغل الحرفي الفني ما بيقدر يعيش، ما بيقدر ولا باي شكل يعني. بيقولوا لك الميكانيكي اذا ما مسك العزق او شد البرغي، في مفتاح بشد البرغي بس ما بيتحسس الا لا يمسك العزق او يشدها، شو السبب؟ لانه هو حرفي فني صناعي فما بيقدر. نفس الشيء عندنا بده يرجع يشتغل، ومهما صارت الاوضاع بنرجع نشتغل، وان شاء الله بنوقف وبتصير سوريا مثل ما كانت واحسن ان شاء الله. نحن بالاخص للي جايين من برا يعني، بجوز يقولوا انه مثلا هلا بلا مؤاخذه انا لي اخوات مسافرين، انه شلون الوضع عندكم؟ الحمد لله الحمد لله تمام، وانا هلا هون عم ارجيهم اقول لهم دعوا يجوا يشوفوا هالمعرض كيف رح تكون اجواءه وهالتحدي هذا. السعوديه وان شاء الله بدها تيجي على المعرض، وللمغتربين كلهم الخارج والغير سوريين يجوا يشوفوا بعينهم. اكيد نحن اكبر برهان. نحن بنتمنى لكم كل التوفيق وشكرا كثير لك، وان شاء الله مشاركه موفقه رح تكون بهالمعرض. بتمنى تشريفكم انتم والزائرين، بس مو الكل، شوي شوي ما بعود كفي جنان. الحرفي السوري يحيى غزال سعيدين بتواجدك معنا، بتمنى لكم التوفيق ومشاركه طيبه. شكرا كثير. شكرا لكم، الله يعطيكم العافيه جميع، وان شاء الله دائما سوريا من افضل من احسن لاحسن ان شاء الله. شكرا.